الزمالك ضد مودرن فيوتشر، نهضة بركان ضد أبو سليم الليبي، ليفربول ضد برايتون، مانشستر سيتي ضد أرسنال، ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، الدحيل ضد الريان. أهلا بكم من جديد بجدول مواعيد مباريات كرة القدم اليومية. وفي البداية نتمنى من حضراتكم مشاركتنا بتوقعات ما قبل المباراة بالتعليقات أسفل هذا الفيديو. حيث تقام اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 البطولات التالية: بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة الدوري الأسباني، وبطولة الدوري الألماني، وبطولة الدوري الفرنسي، وبطولة دوري نجوم قطر. أولا مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث قام اليوم أربعة مباريات بالدور ربع النهائي وهي كالتالي: المباراة الأولى اتحاد الجزائر الجزائري ضد ريفرز يونايتد النيجيري، تقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورتس. المباراة الثانية الملعب المالي ضد دريمز الغاني، تقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورتس. المباراة الثالثة الزمالك ضد مودرن فيوتشر، تقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورتس. المباراة الرابعة أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي، تقام بنفس التوقيت التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية والسابعة مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورتس. ثانيا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 30 وهي كالتالي: المباراة الأولى ليفربول ضد برايتون، تقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق خالد الحدي، ويقام اللقاء على ملعب أنفيلد مع فريق ليفربول. المباراة الثانية مانشستر سيتي ضد أرسنال، تقام في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والثالثة والنصف ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي. ثالثا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 30 وهي كالتالي: المباراة الأولى سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو، تقام في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق محمد فوزي. المباراة الثانية جيرونا ضد ريال بيتيس، تقام في الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر والخامسة والربع بتوقيت السعودية والثانية والربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق احمد البلوشي. المباراة الثالثة ديبورتيفو الافيس ضد ريال سوسيداد، تقام في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق جواد بدة. المباراة الرابعة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، تقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق حسن العيدروس. رابعا مباريات الدوري الألماني، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 27 وهي كالتالي: المباراة الأولى أوغسبورغ ضد كولين، تقام في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. المباراة الثانية شتوتغارت ضد هايندهايم، تقام في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2. المباراة الثالثة بوخوم ضد دارمشتات، تقام في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. خامسا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم ستة مباريات بالجولة 27 وهي كالتالي: المباراة الأولى لوريان ضد ستاد بريست، تقام في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والثانية بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4. المباراة الثانية كليرمون فوت ضد تولوز، تقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اكسترا 2 اتش دي. المباراة الثالثة لو هافر ضد مونبلييه، تقام في الساعة الثالثة بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اكسترا 3. المباراة الرابعة نانت ضد نيس، تقام بنفس التوقيت الثالثة بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اكسترا 1. المباراة الخامسة
ستراتسبورغ ضد رين، تقام في الساعة 5 بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4. المباراة السادسة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، تقام في الساعة 9 إلى ربع مساء بتوقيت مصر والعشرة إلى ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. سادسا مباريات دوري نجوم قطر، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 19 وهي كالتالي: المباراة الأولى الريان ضد الدحيل، تقام في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والتسعة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس الرياضية. المباراة الثانية المرخية ضد السد، تقام نفس التوقيت 8:30 بتوقيت مصر والتسعة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس الرياضية. وفي النهاية شاركونا بتوقعاتكم للمباراة بالتعليقات أسفل الفيديو قبل انطلاقها.